مرحبا. ضربت عاصفة ثلجية قوية شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية وأدت لعشرين قتيل بمختلف الولايات من جراء تدن درجات الحرارة إلى ما دون الصفر وسوء الأحوال الجوية وبلغت سماكة الثلوج متر ونص. واستخدم الأمريكيين المجارف لإزالة الثلوج أمام بيوتهم ليتمكنوا من المغادرة، وعلق عدد كبير من المواطنين داخل منازلهم وسياراتهم بسبب الرياح القوية المثلجة، وأقفلت المدارس بوابها وانتشر رجال الإنقاذ على الطرقات لمساعدة الناس وإنقاذهم من هالعاصفة. أما بالعودة لطقسنا، طقس خريفي متقلب مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث رح يتأثر لبنان تدريجيا اليوم بمنخفض جوي مصدر أوروبا الشرقية مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار شديدة وتساقط للثلوج على ارتفاع 1700 متر وممكن أنه يصير لعدة أيام. أما الحرارة فهي عم بتكون منخفضة لليلة، رطوبة عادية، البحر مائج شوي وحرارة 124 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم مع رياح ناشطة وأمطار غزيرة بفترة بعض الظهر مصحوبة بعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، فانتبهوا. وهلأ نبقى بجولة على درجات الحرارة يلي رح تسجل الليلة على الساحل إذا عم بتسجل 13 وبنبقى 3 على المرتفعات 9 ودرجة بالأرز عم بتبورد. وهلأ نبقى بجولة على درجات الحرارة يلي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية، ونبدأ من بين 20 الرحبة 19 وطحوم 22، بعبدة 22، المختارة 14، ومن بعدها تبنين 22، مارون الراس 18، حبوش 17. وطقس عم بيكون غائم، وبعد الظهر بيبدأ الطقس يتغير وفي هطول للأمطار بغزارة. أما بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 50 و70%، حرارة سطح المي 24 درجة، وسرعة الريح بين 8 و25 كيلومتر بالساعة، والريح عم بتكون شمالية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين خلينا نشوفهم سوا. اليوم تتراوح بين 12 و22، والطقس ماطر نهار السبت والأحد بتتراوح بين 11 و22 درجة، فخلوا الشمسية معكم. وهلأ نبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا صنعاء 24، القدس 17، بغداد 23، تونس 24، والقاهرة 24 درجة، وأخيرا روما 17 درجة. وهيدا كان طقسنا لليوم. أما هلأ بترككم تابعوا آخر أخبارنا.